بكم في هدرة على الماشي في أرياف معينة، في مدن، في أماكن مختلفة متعددة. نحاول أن احنا نلتقي بمجموعة من الشخصيات، نقتبس من قصصهم وحكاياتهم العديد من التجارب والأفكار. فهنا في وادي، أعتقد وادي الزبيرة أو حاجة زي كذا، خلونا بس نتأكد أكثر من الوالدة اللي موجودة هنا واللي حتكون ضيفة شرف معنا في حلقة اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أمي؟ الحمد لله، الله يعافيك ويخليك. آمين. يحفظ عليكم وأخواتكم. آمين يا رب، الله يحفظك. اسمك الكريم؟ اسمي ملك. كيفك يا أمي ملك؟ أيوة ملك. كنتي ملك؟ أيوة. إيش اسم المكان هذا؟ هذا وادي الزبير. الزبير، أنا غلط قلت الزبيرة، هو الزبير. إيه. الله يحفظك. طيب يا أمي، إيش رأيك لو نأخذك ونروح مع بعض نتكلم ندردش أنا وأنت شوية؟ بس شوف إيش تفعلي أنت. خليهم نظل يترحوا وقلتوا نقصني وانتي وانا شهديري كونه. ايوه نقصت تهدرين وانتي. بس هذا ايش تجمعي حطب؟ ايه تجمعي حطب. ايه حطب للبيت. طيب انقلي حقيقة الحطب ونحن بنشوف مكان ونرجع ناخذيك. تمام. اذا هذه هي قصة اليوم في هدرة على الماشي. إذن أخذنا أمي ملك وجلسنا هنا تحت إحدى أشجار المانجو في وادي. إيش اسم الوادي ده يا أمي؟ وادي هذا وادي الزبير. وادي الزبير. أيوة. طمنيني كيف حالي، كيف صحتك؟ صحتي بيا مرض قلب. آه. مكان يسارع مروح من الشباب. طيب ده أنت مريض بالقلب، ليش عاد تخرجي تجمعي حطاب؟ اليوم ولا؟ من يجمع لك حطاب؟ أنا ما حطيبش تعطيني بنتي لقمة. ها. وهذا اللي بني هنا قال يا سهبا المشهد. وانت عايش مع مين؟ مع بنتي او انا قبل سنه الشيبه. انت وزوجك بس لحالكم؟ ايوه. وعيالك وينهم؟ واحد عدان وواحد صنعاء وواحد مريم، ثلاثه معي. ثلاثه؟ أيوة. وليش ما انتش جالس عند واحد منهم؟ ما جالس عندهم، عند بنتي حسان. البنت تجي احان؟ ايه والله. البنت تصبي لنا ابويتها، تصبي لنا، تهتم بكم. طيب وزوجة الابن، عيالك مزوجين؟ مزوجين. ايه. طيب وزوجة الابن برضه تجي تهتم بالعم والعمة وتحافظ عليهم تنتبه لهم؟ ما رضيتوش عندهم. ما ارتحتيش؟ ايه. سهل، الله يريح عليك والدعوة. دايما يحسن لنا لو انا اموت. البنت، الله يطول بعماركم ان شاء الله. ده الحين انتم من نفس المكان هذا، من نفس المنطقة؟ ايه. ايوه. احنا لك اقول لك انا لي دايما. دايما كان تجلسوا هنا؟ ايوه. طيب قولي لي يما دحين انت كم لك مزوج؟ ما بنتي علام الله كا. كم تزوجتي؟ كم قد لكم مثلا؟ هم كانوا ارخون لا تحسبين. آه. كانوا بقار هنا المحال عينه. بقار؟ والله ماني مالهم هيك. ما كانش يارخوا خالص؟ لا. أيوة. بقار. وكيف عرفتوا؟ طيب كيف عرفتوا؟ كيف تعرفتي على زوجك؟ اكا هداوي من الله. ايوه كيف حصلتوا؟ منين عرفتوا؟ يقع عليهم. ها يقع لك؟ ايوه بعمتي. ايوه وشافك؟ شفتيه؟ ايوه. وتزوجتم؟ ايوه. سبحان الله. وخلفتم كم قلتي؟ ثلاثة عيال؟ خمس بنات ثلاثة عيال. ها خمس بنات، وين بقيت البنات؟ البنات قد زوجين كل يوم لحالي. ايوه. طيب دحين احنا واقيين لهنا، كنت كده تجيبي لي عن القلب والمواقع والمهاجل هذه، كيف سمعيني منين قليل؟ ما قدرتش مليح، يا مرض قلب نفسي استخروق. مش نغني. من اللي كنت تقولي لي هنا الان؟ من اللي كنت تقولي لي هنا الان؟ اللي قلتي ذيك يا قلب ايش فيك غلايب؟ ايه. مو قلتيها؟ اصبري يا قلبي مكاني سيتي حتى الان. دحين نذكري. أيوة. اصبري يا قلبي. ايوه ايوه. كم يا غلايب لبنادم يا لطيف. ايوه مو اللي يزعلك انت، مو اللي يزعلك. كم نتغلب يا ابني، مو اللي يزعلك يا امي. لا اله الا الله. طيب كلميني يما، هنا مو تزرعوا بالمكان هذا بالوادي هذا؟ ايش تزرعوا؟ هذا بالوادي عملوه هند. هند؟ ايه. ايوه. وناس يعملوا ذره. ايه. ولا يحصلوا حبه. ليش؟ ياكلوا من العناصر. اوه ما فيش مي طيب بالوادي ولا في مي؟ اخر باخر السنه ولقطوا الهند ولقطوا النوكا يابس. ايوه. وانت طيب اكثر حاجه تحبي بالوادي ده ايش تحبي بهذا المكان؟ مو يعجبك؟ تعجبني صبلي. الايش؟ صبلي يعجبني شرق دبو. صبلي شرق دبو ما يعجبني. الانسان يحتاج واحد يهتم فيه بكل ما كبر سنه ويحافظ عليه. طيب في مهاجل ولا زوامل من حق ايام الزراعه؟ اوه لا. سمعي لي. بس ما قدرتش. يما قليل قليل. يلا تذكرني وانتي. بيا مرض قلب. ما لما دخل القلب. انتي دارين الواحد لما يرتاح ويفتهن ويغني يريح قلبه قليل. كان لازم اخرج نطعم
ومن انا حقيلي اصبري وقلبي وما باك الغلايب زلقك زلقك اصبر وقلبي مو باك الغلايب زلقك صدق والله ما حد مرتاح بالدنيا هذه لكن امل انا بالله كبير صدق صدق طيب غيره من حق الزراعه ايش تجلسوا تقولوا ايام الزراعه ما حاقين مثل ايش انا ما اعرفش مثل مو هواي هواي رواي 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 هذا لما تخرجوا مع البقر لا ايه لما نصير نرقي البقر ايوه وبقاني حقلي نعم صدق هنا يسموه البقر والكسب الرعاة دائما يجيبوا الاسماء للكسب والبقر يسموهن هاي كسب انت والله اني رحت مناطق يسموهن اكعوها اوها ها لا يجيب لي اسم مثلا انت على البقري البقري اسمها غبيرة غبيرة يعني شفتي يسموه الناس مهرة ايوه مقري ايوه والكسب الكسب ما معاش اسم طيب ما فيش اسم بالكسب دحين قولي لي عن حياتك اشتك تقولي لي يا ماما لك ملك عن حياتك مثلا احسن موقف حصل لك بحياتك يوم كذا كنت فرحان من داخل قلبك مو حصل لك ولا حصل لي حاجه لك غور ولا عيب ما فرحتيش يا امي ابدا ما فرحتوش ولا والله ما فيش فرحه ولا ليش قاهر الا كله من يقهرك من يقهرك معك بقار معك ضقه معك قهر ياكلك وياكل قلبك من اين اعتقد الفرحه من يسخي على الحلاوه ذي يقهري شوفي على جمال في بك ما شاء الله عليك من يسخي يقهرك لا لا كا اي حاجه انت داري انك حلوه انا ارى نفسي الا والله انك حلوه ما معكش مرايه بالبيت لا شاري لك يا مرايه لا لا والله تشمي محسنيك سلامي سلامي امانه مظلم من هنا الله يسلمك سلامي هاي طيب اكثر موقف زعلك متى زعلتي كذا وبكيتي من قلبك حسيتي ان الدنيا كذا تغلق عليك الدنيا كنت تقول يا الله يا رب تقحيتي يا الله ناقص توزعوه اوه يا الله تشلني يا الله تخربني يا امي ليش كذا تقولي انا واني مريضه من قلبي طيب ليش تقولي كذا ادعي بنفسي ليش تدعي بنفسك يا بنت دقيت انت بحالك هيك تخرج مرضى تخرج العمر طويل الله يعطي لك العافيه ويطول ربي بعمرك معك الشيبه حقك تسخت فليت الشيبه عمري هذه تسخت شليت الشيبه حقي عمر الله يشلو العمر هذا طيب والشيبه حقك لمن شفلتو ما على يموت له يو ماشي يموت شو روح تزوج وحده ثاني لا قدر الله حصل لك حاجه ولا مرضتي زوجك شو روح يتزوج عليك يا بنت ما زوج شو تزوج اساليني شو تزوج هذا ما اقدرش اقول مشي من البيت شدي واحدة تخدمها تنتبه له في البيت وهي ما تشاوش هو ما يشايش ما دريك والله ما يش عارفه أسئلته قلتي له والله شيء من اللي بالباكورة اللي يتعكز به ما له وش واحدة تتعكز بهذه الأيام هو قصده واحدة تخدمه واحدة تنتبه له واحدة يعني تطبخ له يا بنتي كبنتو تطبخ له وتعمل له بنتو الله يحفظ لكم يا رب إن شاء الله طيب دحين مش ناوي تقولي لي أكثر حاجة فرحتك بحياتك ما قد نفسي ما فرحت ما فرحتي ما فرحتيش يوم ما تزوجتي يوم ما خلفتي لا كنت مزوجت وكنت خطبي والله تحسبي في الحق دحين ايوه دحين حق دحين كيف العروسه البنات حق هذه الايام كيف تشوفي بنات هذه الايام لا خلاص هذا الدقال المسلمين قمشوا طيب كيف تشوفي دحين هذه الايام العيال والبنات حق هذه الايام هم يقدروا العشره زي ايام زمان زيكم يعني شفتوا انتم الحين كم لكم مزوجين 50 او 60 سنه الو كثير هذه ايوه هذه الايام ليش يا امي ما يجلسوش الا شهر شهرين ثلاث وتطلقوا ليش عندنا هنا ما تطلقوش ولا هنا عشان الزواج لو ما تطلق قاضي الله يتوصل ولا بحاجه هي عشان الزواج للحين حق الزراعه انا مصمم امشي من هنا لو اسمع من حق الزراعه مو تقول وقت الزراعه نحقيل ايش يقولوا الله ايش الله واليوم اليوم والله ايوه اليوم دايم عصر ابو الدخ والعقور قايم قايم هيا كيف كانوا الناس زمان كانوا شكوى متآلفين متساعدوا بعض كانوا كرم عون اثوار ايوه يبتلوا بالاثوار يا حروا الحين كلها بالبتاله ايوه كانت بكير الصبح وصرحت اسعى وطحناه ورجعت تدق الحلبة بايش تدق بالمرهاق بالمرهاق وقف علي بجي ما تقوم تخبز ايوه ورجعت زليق ها رجعت مال وزليق مال الحلبة ايه وفتت هذا الشاقي ايوه وصرحت تودي له فورة لا 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 العوالي امنا تجيب له الاكل ها بعد روحتي وسليت القراس وتيتوني لون ما اها تعب كان يا بنت والله نطلعوا لها فوق بس كان الناس قلبهم مرتاح صافي ايه نظيف ايوه
وصل الحين. والمهر رخيص، شوفي كيف كانوا يعملين، كيف كنت انت تفعلين المهر كان رخيص. ذا الحين المهر من كم؟ ما نشتري. ما الحين المهر غالي غالي غالي، وفوق هذا تقي ما تقدرش تخبز. تقدرش تخبز؟ ها. بعضهن جايين ما يعرفينش يخبز زين. ما يسكنش يعرف. عادي هن يدلعين يتزنطين. ما يتحملينش مسؤولية، مش كلهن طبعا لا تزعلينش مني. سيد. الله يحفظك إذا يا أمي ملك. ويسعدك ويديم عليك السعادة ويطول بعمرك يا رب. آمين آمين آمين. ويحفظ لك الشيء بحقك. آمين. بالأخير ما زوج مرة لا زوجته، زوجة ما لا لا زوجها. صح ولا لا؟ لما تكون هي صغير وصغير وكبير ورقامه وهي تسرح له ما ممكنش. أيوة. ولا حتى لو ما يقدرش لو ما تقسم عارفه لو ما أموت. العشرة 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 الطيبة. الله يحفظكم إن شاء الله، يديم بينكم السعادة. ادعي لنا وادعي للبلاد هذه، وتقولي للبلاد هذه وتدعي له. يا الله بالمطر. آمين. يا الله تسكب المطر علينا. غير المطر يفرق على البلاد والعباد. إيه إذا حين 30 مطر تقوموت اليوم. ها. صحيح. شوف الإنسان البسيط دائما حياته محصورة حول الزراعة، الحيوانات، البيت، المنزل، العلاقات الأسرية، ويمكن هذا هو الشيء الوحيد اللي يخلي أيام زمان تختلف كثيرا عن هذه الأيام. الله يحفظك يا أمي ملك. هذه إن شاء الله تروح تشتري لك حاجة، مش تروح تشتري لك من السوق. أي حاجة. مو بنفسك. شتريك. مو بنفسك. ونفسي أي حاجة. مو بنفسك تأكلي تشتري لك حاجة، مش تشتري لك. كشنتوليدي شيء. اشتري لك اللي تشتري. الله يحفظك إن شاء الله. من طائر السعيدة من فقرتها درع الماشي. شتريك. آمين يا رب. الله يستركون، الله يحدي عليكم. آمين. الله معكم، الله يرزقكم. آمين. الله يحفظك يحفظ الجميع. إذا هذه كانت درع الماشي هنا في وادي، اسم الوادي؟ وادي الزبير. وادي الزبير. في التربة أو قضاء الحجرية محافظة تعز. أيوة. نلقاكم في فقرات متنوعة، لا تروحوا بعيد.